أن عمل ولو بسيط لا تحتقره. قد يكون هذا العمل مطول في طريق البر، في طريق العبادة، أكو احتمال كبير أن رضا الله عز وجل فيه. زين، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحتقر من المعصية شيء فلألا سخط الله فيه. يعني أنت قد فت قضية بسيطة تتصور أن هذه تقول ما شنو يعني هاي ما بيها شيخ أسويها أنا، يعني يجوز تسخر لك بواحد أو تضحك عليه أو تؤذي لك واحد أذية بسيطة وتقولها شنو شكوا بيها يعني ما بيها. لا، جائز أن يكون سخط الله فيها. يعني حاول أن تخلي تحركاتك مدروسة وتراعي عواطف المجتمع اللي تعيش به مراعاة شديدة، لأن الإنسان هاي ميزته عن الحيوان، ميزة الإنسان عن الحيوان السلوك المهذب. إذا صار البناء أنت ما تسلك سلوك مهذب تعرض نفسك إلى عذاب الله، إلى سخط الله، إلى عدم رضا الله عز وجل. ليش؟